صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قيام الليل هل يجوز لنا أن نقرأ من أول القرآن ونختم، أم نقرأ ليلة من أوله وليلة أخرى من آخره بدون ترتيب؟ فما هو الأفضل؟ كله جائز، إن رتبت القرآن في قيام الليل هو أحسن حتى تختمه، وإن قرأت كل ليلة بسورة أو بآيات من غير ترتيب بين السور أو بين أوله وآخره ووسطه فلا بأس بذلك، فاقرأوا ما تيسر منه. الله جل وعلا يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، هذا في قيام الليل. نعم.